بجامعة الأخوين بمدينة إفران يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد تحضيراته للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بحضور 20 عنصرا من بينهم 3 أسماء تمارس بالدوري الفرنسي لكرة اليد. استعدادات غدا بواحد الشكل تصاعدي، الحمد لله موفرين لنا الظروف الكاملة للبطولة إن شاء الله، وكذلك البطولة الإفريقية المقامة بتونس إن شاء الله تيكون وجدوا لها إن شاء الله. استعدادات دابا في الطور النهائية ديالها، فريق راه كامل استعداد وعارف المسؤولية اللي عليه، وإن شاء الله في البطولة الإفريقية عازمين باش نطلعوا البوديوم المينيموم دوزيام ولا تروازيام بلاص، وإن شاء الله اللعابة كاملين حاسين بالمسؤولية اللي عليهم وكل شيء عارف الثقل ديال هذه المهمة اللي عندنا، وميم طو هذه الألعاب الإفريقية غنبريباريو بها اللي البطولة الإفريقية اللي كاينة في تونس إن شاء الله بالمؤهلة لكأس العالم. الطاقم التقني للمنتخب الوطني لكرة اليد ارتأى تقسيم معسكر مدينة إفان إلى 3 مراحل بعد المعسكر الأول الذي خاضته العناصر الوطنية بمدينة أكادير شهر أبريل الماضي. بدينا الحمد لله الاستعدادات، اللاعبين بادين جدية وانضباط كبير، الآن دخلنا الأسبوع الثاني فبدينا اللمسات الأخيرة حق الالعاب الافريقيه اللي ان شاء الله غنحاولوا نظهروا بواحد الوجه مشرف، خصوصا اننا راهنا على اللاعبين المحليين، فيمكن عيطنا لثلاثه اللاعبين اللي هما شبان من فرنسا، ولكن كل اللاعبين الاساسيين اللي كيمارسوا في الدوري الفرنسي ما استدعيناهمش للالعاب الافريقيه. هدف عناصر المنتخب الوطني لكرة اليد التوقيع على حضور استثنائي بدورة الألعاب الإفريقية ثم الاستعداد للبطولة الإفريقية التي ستحتضنها تونس والمؤهلة إلى بطولة العالم لكرة اليد.